العملية مال التنور الطين وجبات خوي، يعني تسوي نص ثاني يوم ثلاثة أرباع، يوم الثالث يكمل. هاي بالصيف، بالشتاء لا والله يبقى يعني أسبوع إلا يكمل بالشتاء، لأن الجو رطوب وضباب ما يلحق. يعني شغلنا هنا يبدي تقريبا إذا بالصيف نطلع من الصبح بالداعش نخلص بالاثنا عشر شوية أذان الظهر، وبالشتاء لا والله نتأخر للثنتين لأن نطلع متأخرين بالتسعة ثمانية ونص. بس شتاء يعني نبقى للوحدة للثنتين نكمل. والله الأسعار التنور هسه هذا قاعد نبيعه بمية تسعين مية هذا الحدود، ومال البيت 25. مخابز هسه مال البيت هم يعني قليل قليل، يعني جوز بالشهر لو يجي واحد لو ما يجي. الأرياف المزاريع يعني قلة قلة، بس المخابز لا، يعني المحافظات قاعد تجي تاخذ. نجف مشتهرة، نجف والكوف كان اقدم واحد الله يرحمه عبد عنيز، وبالكوفة كان حجة حيدر وجعفر وجواد. هذا الطين احنا نجيبه من محر النجف. هسا احنا شتاء الطين بحاله الا يقطع يباس الا ينقع. اذا هو ورطب نفس هذا الطين يبقى لو تعي فيه سنه متنقع الا يقطع يباس. الطين يجي على شكل شلون الصخر او احنا نسميه جن النعمه. هذا الطين واذا اخضر الا نشره يابس يومين ثلاث ايام، هاي بالشتاء. فاحنا بالصيف لا يجي يابس، يعني هو الجهر حار يعني بساعتين يابس بالصيف، يعني من نطشع على الشمس بالصيف. بس بالشتاء لا، الا النعمه ونطشع نعيفه يوم يومين يقطع يباس، الا نخليه بالحوض ينقع. بالحوض يبقى يوم واحد شتاء او صيف، يوم واحد احنا والنقعه. هذا الطين احنا اللي نشتغله، يعني يجهز للعمل. يعني بالحوض يتنقع يوم يسحقون، يعني تقريبا يكون في نص نهار. يعني بالحوض يسحقه يطلعه برا هم عملتين، بعدين نقله ثلاث نقلات ويخدمه يسحقه برجليه.